هذا نبهني على الوقت. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تنديده بالخارجين على الشريعة، إما بالجهل وإما بالهوى. وكنا أمس ذكرنا كلامه عن أبي يزيد البسطامي لما قال: تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة. وذكرنا تعقيب ابن الجوزي رحمه الله تعالى على فعل أبي يزيد، ثم قال: وهذا إن صح عنه. وطبعا الأصل أن الرجل الفاضل يتأول له، إذا رأيت له كلاما يخالف الجادة الأصل أن تتأول له. ليه؟ لفضله وعلمه، وأن مثله لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي لا يقع فيه شاد في بداية الطلب. فتقول: إذا صح عنه، احترازا وتبرئة لنفسك. وهذا الخلق تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأله رجل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فهذا الاحتراز تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن كان فيه ما تقول. فكذلك إذا بلغك عن إنسان فاضل عالم كلام لا يستقيم على الجادة، تقول: إذا صح ذلك عنه فهو مخطئ مثلا، أو فالجواب كذا وكذا. تحترز. ليه؟ لأن الأصل أن تحرص على سلامة المسلمين، ما تبقاش حريص أنك أنت توقعه في الغلط، فضلا عن أن تفتري عليه وتلبسه الغلط. هذا لا يفعله ذو دين، حتى لو لبس الكلام بتاعه الدين، لو حتى لو قال: أنا برد عليه علشان مبتدع ولازم أوقفه وأحذر الناس منه، القصة الإيه دي. الأصل أن تلتمس سلامة المسلمين. يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لابن عباس كما في صحيح البخاري: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال في الناس ساعة، ثم جاء فقال له غلام المغيرة، قال: الصنع قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فحمد الله عز وجل أن الله سلم مسلما أن يتورط في قتله، لأن الأصل طلب البراءة للمسلمين، كما حدث مع الأعمش سليمان ابن مهران أبي محمد
وشيخه إبراهيم بن يزيد النخعي. النخعي كان أعور، والأعمش لقب أنه أعمش عشان لعمش في وجهه، يعني شكله مش جميل يعني. فالتقوا في الطريق فمشيوا مع بعض، فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له أعمش وأعور، خد جنب امشي على الناحية الثانية. فعلى أساس الناس إيه ممكن يتكلموا فيهم يعني. فقال الأعمش نمشي ويأثمون، هنمشي مع بعض، واللي عايز يتكلم يتكلم، واللي عايز ياخد ذنب ياخد ذنب. قال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون. هو ده بقى الذي ذاق طعم الأخوة، الذي تعبد بها، لأن التعبد بالأخوة من أعلى المراتب، ويندر أن يفعلها إلا ذو دين، ومرتبتها كما قلت عالية، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل خرج ليزور أخا له في الله إذ جعل الله على مدرجته ملكا، على مدرجة الطريق يعني قارعة الطريق ملكا، فقال له إلى أين؟ قال أنا ذاهب لأزور أخا لي في الله في قرية كذا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني عامل لك جميل والكلام ده، فرايح تكافئ يعني الجميل بزيارة والكلام ده. قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له أنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فالأصل أنك أنت تستر على أخيك إن كانت له زلة، لا سيما إذا كان من أهل الفضل أو كان من أهل العلم. أخطأ خطأ أن تنبهه سرا، تكاتبه، تجتهد في أنك أنت تحصل على رقم هاتفه وتقول والله الوضع كذا وكذا وتفعل كذا وكذا والصحيح في المسألة كذا وكذا. إذا كان رجلا العلم أدبه كما سنتكلم إن شاء الله عز وجل بيرجع على طول ويشكر صاحبه ويحمل له الجميل، لكن مش على طول يبقى هو اللي غلط وهو اللي مخطئ وهو اللي بيشتم بقى. يبقى نتعلم هذا الأدب من ابن الجوز، بيقول وهذا إذا صح عنه. الأصل تقول إذا صح، ثم تقول فإن صح لك أن تقول ما تقول، لكن استخدم العبارات القوية، لا تستخدم العبارات القوية واستخدم العبارات الفاضلة. ليه؟ لأن العبارات القوية تزرع عداوة في النفوس، فيرفض الحق الذي عندك بسبب أنك ركبت جواد العدوان. هو أنت اللي يهمك من التعقب إيه؟ مش أن الحق يصل إلى أخيه وأخوك يعتقد هذا الحق ويبلغه للناس، مش ده اللي يهمك في الموضوع؟ طب لماذا تزرع العداوة بينك وبينه حتى يرد الحق بالعصبية؟ قد يكون رجل له حشمة في مكان ما وخلاص، ولبسة في دماغه أنه هو شيخ البلد والكلام ده هو، فما بيستحملش حد يقف، الناس كلها بتوجله وتوقره، ده داخل علشان يقول له أنت جاهل وأنت كذا وأنت كذا، يوم يزرع الإيه؟ يزرع العداوة. طب ما يقول هذا الكلام بعبارة لطيفة، إذا والله وجد عنده كبر، رجل مكابر ورجل يصد الحق كده بالدراع أو الدفع بالصدر كما يقول علماؤنا المتقدمون، ويبان لك إن رجل متكبر اديله على دماغه، لأنه ما يستاهلش غير كده، طالما أنه يرد الحق وبعدين ما يبديش واطي والكلام ده، خلاص يستاهل اللي جراه بذنوب فعله، ربنا حطك في السكة له علشان تفضحه علشان الكلام ده. لكن إذا كان رجلا ممكن يقبل الحق ويقول فعلا أنا مخطئ، وزي ما أخطأ علنا على الجماهير يقول يا جماعة أنا أخطأت علنا برضو على الجماهير، وأخطأت في الفتوى الفلانية والعلانية، لأن الحق إذا خرج منك على الجماهير لم يعد ملكا لك، خلاص وصل إلى كل الناس، أصبح من العسير جدا أنك أنت ترجع عنه وحدك. زي ما حصل للجاحظ، مرة معد كده في البادية فسمع
جارية تقول: منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا. ففهم وخير الكلام ما كان لحنا، اللحن هو الخطأ، الخطأ النحوي. فالجاحظ لما شاف البنت العربية دي بتقول هذا الكلام: خير الكلام ما كان لحنا، واللحن أصلا لا خير فيه، فقال لك هي تقصد أن اللحن يستملح من الجواري، من النساء. لما المرأة تقعد تكسر في الكلام بتبقى طعمة، هو يقصد كده. تقول لك كان ولد صغنن قد كده. ايه صغنن دي ان شاء الله؟ ونوديها الآن مادة لغوية. ها؟ صغنن دي لما تقولها امرأة ممكن تتبلعها وتحس انها برضو إلاستيك ولطيفة ومفيش مشاكل يعني. فهو فهم القصة كده، قال لك إذا الجارية أو المرأة كل ما تقلب في الكلام وتتدلع في الكلام يبقى ده خير الإيه؟ الكلام. المهم إن في واحد من برضو الناس الأساطين قال له: إيه اللي أنت فهمته ده؟ الكلام ده غلط. قال له: أمال هي تقصد إيه؟ قالت: تقصد التورية، خير الكلام ما كان لحنا. هي بتوري لحبيبها اللي بتحبه الكلام ده، تقوم إيه؟ تقول كلمتين كده ما يفهمهمش غيره. وأصل التورية أن يكون كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. أنت إذا تكلمت لا يفهم المستمع إلا المعنى البعيد، إلا المعنى القريب، وأنت تقصد المعنى البعيد. زي النهاردة إحنا مثلا في شهر رمضان، في النهار أقول لك تعالى كل، بتقول أنا إيه؟ إني صائم. أقرب معنى لكلمة صائم إيه؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر لغروب الشمس، ده أقرب معنى كلمة إني صائم. لو في غير رمضان وواحد دعاك وعماله في شبهة، شغال في بنك، شغال في مثلا مخدرات، في حشيش، في بتاع، انت ما انتش عارف القصة دي، وقال لك تعالى كل، بتقول اني صائم وانت لا صائم ولا حاجة، لكن انت تقصد اني صائم عن طعامك. وممكن الصيام اللي هو مطلق الامساك معنى الصيام يبقى في الكلام، كما قالت مريم عليه السلام: اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص، يبقى إيه كلمة أنا صائم؟ أو أقرب معنى هو اللي يرد على دماغك، لكن أنت توصل معنى البعيد اللي هو ما يخطرش على بالك. فهو قال له، بيقول له كده: لما قالت منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا، تقصد التورية ولا تقصد اللحن؟ اللي فهمه الجاحظ. أما الجاحظ علق على الكلمة دي وقال إيه بقى؟ ده الشاهد بقى من الحكاية اللي أنا بحكيها دي. قال: كيف لي بما سارت به الركبان. طب أنا كتبت الكلام ده في كتاب لي، والناسخون نسخوا الكتاب، ونسخ انتشرت في البلدان، أجيبها إزاي دي بقى؟ أصلح الغلطات إزاي طالما أنها انتشرت في البلدان وراحت وراجت؟ ده كان أيام الجاحظ، وما كانش فيه لا مطابع ولا يحزنون، كان النسخ يعودوا ينسخوا وبتاعوا الكلام ده. النهاردة بقى عندنا بقى الفضائيات، وعندنا الإذاعات، وعندنا الكتب والمطابع والكلام ده. اللي بيغلط غلطة غلطته تنتشر على أوسع نطاق. فمن حق الحق على الإنسان أنه إذا أخطأ أن يقول: أنا أخطأت، خلص في المسألة الفلانية، والصحيح في المسألة كذا وكذا وكذا، وهذا لا يضع من قدر الإنسان. فيبقى إذن طالما أن هذا الرجل واصلته وقبل الحق، فحق الأخوة أن تستره ولا تفضح، إلا إذا كان بالوصف الذي ذكرته آنفا يبقى إيه؟ يبقى يستاهل يعني. قال: وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ورد نصا، كلام ابن الجوزي هذا بنصه، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وجود إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من السقيا،
والسقيا بضم المهملة بعدها قاف مكان هو على بعد يومين من المدينة. اسم مكان، مكان اسمه السقيا على بعد يومين من المدينة. وطبعا المهملة اللي هي ايه؟ ليس عليها نقط، ها؟ يعني الحروف المهملة زي مثلا الحاء، لو حطيت نقطة تبقى ايه؟ لو من تحت تبقى جيم، ولو من فوق تبقى ايه؟ تبقى خاء. فإذا لم تضع أي نقط يبقى اسمه ايه؟ الحرف مهمل. فكلمة مهملة يعني ليس عليها نقط، حرف ما عليهش نقط. يبقى عندنا الصاد مهملة، والسين مهملة، والراء مهملة، أي حرف ما فيش عليه نقطة. طب تقدر تقول الميم المهملة ليه؟ لأنها ما تحتملش أنك تحط عليها نقطة. يبقى إذن مش كل مهمل تقول، مش كل ما عليهوش نقط تقول مهمل، لا، الحرف الذي يحتمل النقط هو ده، إذا النقطة مش موجود عليه هو ده اللي تقول فيه إيه؟ تقول مهمل. طب لما يقول لك إيه؟ هذا الحرف مثلث، يعني يقبل الحركات الثلاثة، خلاص؟ يقبل الضمة والفتحة والكسرة. يبقى الحرف ده لو نطقته بالضمة صح، لو نطقته بالكسرة صح، لو نطقته بالفتحة صح. يوم يقول لك إيه؟ الميم مثلثة. مثلثة يعني تأخذ الحركات الثلاثة. وهذا الحديث مع الذي ذكرناه في المرة الماضية من حديث أنس في الصحيحين اللي هو بستان أبي طلحة الذي كان قبالة المسجد النبوي. قال: أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ نفس الكلام ده بيقوله الذين لا يجيزون التبرع ولا بيع الأعضاء. واحد مثلا يتبرع بكلي أو يبيع الكلي، يقولون إنه لا يجوز لك أن تتصرف في بدنك إلا عن إذن مالكه، وهو الله تبارك وتعالى، وليس مأذونا لك أن تفعل ذلك. وده طبعا في العضو الذي لا يتكرر ولا ينبت، زي الطحال، زي الكلية، لكن الكبد لا، الكبد تعرف إنه دم وبينمو. لما حد يتبرع لحد مثلا بفص من الكبد، لا، نفس الكبد بينمو وياخد حجمه الطبيعي، والفص إذا صحت العملية والكلام ده برضه هو كمان بينمو حتى يصير كبدا كاملا. إنما الكلام في العضو الذي لا عوض عنه. وكان شيخنا الألباني رحمه الله لما سألته عن المسألة كان لا يجيز نقل الأعضاء ولا بيعها. وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها. طب الشوكة لما دخلت في الأرض، فلما يحكها بيثبتها ولا بيطلعها؟ بيثبتها. طب ليه أنت بتعمل كده؟ قال لك: أصلا أنا خلاص طلعت وقد نويت أن أتوكل. فيرى أن انتزاع الشوكة ضد التوكل، لأن التوكل في مفهومه هو ترك الأسباب. وطبعا هذا شيء، حتى هذا الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يتبناه، لأن إذا أكل فقد أخذ بطريق الأسباب، خلاص ما يقولش. إذا قال رجل: أنا أريد أن يرزقني الله عز وجل بولد ولم يقرب امرأته قط، وقال هذا الكلام لقالوا مجنون. وليس سلوك طريق الأسباب فيه دفع للتوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين من بني آدم. لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ مش اختبأ في الغار؟ فلماذا اختبأ إذن في الغار؟ ما كان يمشي. والكلام بقى الذي لا يثبت إن كانت رجله تعلم في الصخر وما تعلمش في الرمل والكلام ده، لا. وحتى الرجل الموجودة في طنطا دي وتقولك دي رجل النبي أو قدم النبي، وهذا كله من الكذب، ولا يستطيع أحد أن يثبته بإسناد صحيح.
المسائل دي كلها لابد فيها من إسناد صحيح. وانت عايز بقى تستزيد من المسألة دي شوية كده، اقرأ في ترجمة عبيدة السلماني من سير أعلام النبلاء، لما بيقول يعني عندنا شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها من أنس، فالذهبي يقول لو صح هذا بإسناد صحيح. ويثبت إزاي إن ده إسناد صحيح؟ طبعا عبيدة السلماني قديم يعني، أدرك ابن مسعود وروى عنه، تعرفين مسعود مات في خلافة عثمان يعني برضو إيه متقدم، وأنس ابن مالك توفي حوالي سنة 97 هجرية وقد تجاوز 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عز وجل عمره. فأنا الذي أقف عنده قول الذهبي بإسناد صحيح، أي شيء في أثاره أي شيء فيها أشياء تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من إسناد صحيح، ولا يقال إن ده شعرة النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الكلام الذي فشى في المتأخرين بكل أسف بسبب ما يذكره ابن الجوزي من الجهل بطرق النقل. فهو النهاردة لما يجي يقول أنا مشيت على طريق التوكل، يبقى ده مش فاهم التوكل، مش فاهم التوكل. وكم من أناس ذهبوا إلى الحج مثلا بلا زاد فهلكوا في الطريق، هؤلاء آثمون، إنما برضو أخذ طريق التوكل وظن أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، ولا قائل بهذا، بل العقلاء لا يقولون بهذا، مش أقول الناس المتدينين اللي هم نظروا في الشريعة ونظروا في الأدلة، لا، العقلاء لا يقولون بهذا إطلاقا، ولا يستطيع أن تمضي حياته أبدا إلا بسبب من الأسباب التي قدرها الله عز وجل لتتم حياته به. قال وكان علي مسح، المسح هو الكساء الغليظ اللي هو الخشن، كان لابس مسح جمع مسوح، فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح، فذهبت إحدى عيني، اتعم راحت عين من عيون. ليه؟ ما ايه علاقة ده بالتوكل؟ طب ما انت خدت بالاسباب اهو، لكن هو عايز بقى التقشف بقى، شايف انه لو مسح بمنديل طري ولا الكلام ده هو يبقى ده ايه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارفاه مثلا، الارفاه لان يكون المرء مرفها، ده حديث صحيح، بس ممكن يستخدم هذا الحديث كما يستخدم الجهلة ويستخدم أصحاب الهوى الأحاديث في غير ما قيل له، لأن الإرفاه الوارد في هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإرفاه، قال أن يمتشط الرجل كل يوم. فواحد يقول لك طيب يعني أطلع منكوش شعري منكوش مثلا ولا سرح شعري؟ لا، رجل شعرك، لكنه قصد صلى الله عليه وسلم ألا يكون هم الرجل المشط والمرآة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة الخشونة، وهي دي المناسبة للرجل، إنما اللي يقعد قدام المشط قدام المرآة وكل شوية يمتشط ويعمل شعر المرأة لتتزين مثل زوجها وخلاص، لكن إذا لم يكن بك حاجة إلى ترجيل شعرك فاتركه إعمالا للإيه؟ إعمالا لهذا الحديث، وإلا إذا كنت محتاجا افعل ولا شيء في ذلك. قال وأمثال هذا كثير، أمثال هذا الخطل الذي يقوله ابن الجوزي كثير عند هؤلاء، وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد، طالما عينه راحت ورجل بقى من أهل البذاذة يقول لك الرجل ده ولي، ويأتي القصاص الذين لا يعرفون قبيلا من دبير فيعظمون هذه ويضيفون عليها البهارات بتاعت الكلام بقى، الأفشات بقى اللي تخلي العوام يبقوا مبرئين كده، وكل ما يجيب الخبر على وجه أغرب ما يكون كل ما ينفق سوقه عند العوام. فكانوا لذلك كانوا يخترعون، قصاص كانوا يكذبون وكانوا يخترعون، فيأتي على شيء زي كده إذا رآه أهل الشريعة أنكروا على فاعله وصاحوا عليه من أقطار الأرض، كيف تفعل هذا يا جاهل؟ هو ده بقى يلبها الكرامات لأنه بيخاطب من العوام، وكما قلنا العوام مشتقة من العمى لأنه بيد من يقوده غالبا. نعم.
ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب. ذنب ليه؟ لأنه ضيع نعمة أنعمها الله عز وجل عليه، وعيب أيضا، لأن العيب مستتبع للذنب. فما من مذنب إلا وهو صاحب عيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كلام ابن الجوزي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. احتج عمرو بن العاص بهذه الآية لما أجنب في ليلة شديدة البرد، أظن في غزوة ذات السلاسل، فصلى بأصحابه جنوبا، مش جنوبا، تيمم يعني. فلما رجع ورجعوا معه شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، كيف صليت بأصحابك جنوبا؟ أي لم ترفع الحدث بالماء، وكان الماء موجودا. فذكر له من شدة البرد آنذاك، وقال له: إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده معنى أنه أقروا على ليه؟ أقروا على هذا، يعني إذا وقع المرء في شيء من هذا وكان لا يحتمل الماء البارد في اليوم البارد، لا يحتمل، ممكن يمرض، يغلب على ظنه أن يمرض بسبب هذا، فله أن يعدل عن الماء إلى التيمم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا لنفسك عليك حقا، هذا القول قاله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص في قصته المشهورة التي رواها عنه جمع من التابعين، يصل عددهم إلى 13 تابعيا رووا عنه هذا الخبر، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال: زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب، فجعلت أتحاشاها. قالت: فلما دخلت علي قمت أصلي. وشوف بقى السياق الكلام، بقول: زوجني أبي، يعني هو لم يكن له رغبة في الزواج، بقول: فلما دخلت علي. الأصل أن يقول إيه؟ دخلت عليها، لا، هي اللي داخلة عليه. زي ما في بعض النساء وهم بيتكلموا مع زوجهم تقول له: انت فاكر يوم ما اتجوزتك؟ هو مين اللي اتجوز مين؟ لا، المفروض تقول له: انت فاكر يوم ما تزوجتني؟ ها، لكن هي تقول له: فاكر يوم ما اتجوزتك؟ كان هي اللي راحت طلبت ايده وراحت دفعت المهر والعصمة في ايدها والكلام. فشوفوا لما بقول فلما دخلت علي، في دلاله على انه ما كانش عايز يتجوز اصلا، اجبروه على الايه؟ على الزواج، فعبر بهذا اللفظ دخلت عليه. ده في روايه مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فاتحاشاها، جعلت اتحاشاها. ثاني يوم جاء عمرو بن العاص بيطمن، فسال المراه: كيف حال عبد الله معك؟ قالت: نعم العبد لربه. والله أنا عايز النسوان يتعلموا، والنسوان لغة عربية فصيحة، يعني مش عيب، يعني أنا أقول النسوان عايزهم يتعلموا من القصة دي. لما تختلف مع زوجها تنفضه، تنفض الفروة بتاعته كأنها بتنفض حصيرة ولا بتاعه، تطلع كل العيوب. طيب أنت هترجعي له مثلا، ليه عمالة تفضحيها على رؤوس الأشهاد؟ لا، هو طب الكلام ده مثلا يتقال لواحد فقشنا وراه زير ولا قلة، خلاص هو رايح في بتاع، يا رايح كتر من الفضايح، خلاص مشي ومش هيرجع تاني، فقش قلة ماشي. لكن دلوقتي زعلانين مع بعض وفي لسه في رجعة، ليه بقى تقولي؟ ولما بيقعد في أوضة النوم بيتفرج على التلفزيون، طب احنا ما نعرفش الحدوتة، وفاكرينه رجل فاضل وكويس وبيقابلنا وبتاع والكلام، ليه تفضحيه على رؤوس الأشهاد وتقولي هذا الكلام؟ المفروض انك تستوري عليه. ها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب، حاجة اللي احنا ما نعرفهاش هي ما تكشفهاش.
زي ما في بعض الناس الفضلاء كانت مراته يعني مجننة وسيئة جدا جدا، فلما طلقها راح قالوا ايه مراتك عملت ايه والكلام ده هو، قبل ان يطلقها ما رضاش يشتكي، اساس مراته هيشتكي من ايه؟ بعد ما طلقها راح قالوا طب خلاص بقى انت طلقتها قول لنا ايه الحكايه، قال هذه صارت امرأة غيري، وهي مراته ما تكلمش علشان مراته، لما طلقها قال ما عادتش مراتي بقى اصبحت ايه امرأة غيري، هتكلم فيها ليه برضه، وكتم هذا وكتم هذا. يبقى المفترض ان الواحد ايه حتى اذا اراد ان يعبر يوم يعبر بايه، يعبر بالفاظ جيده. فقالت عبد الله نعم العبد لربه غير انه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قام عبد الله في ليله زفافه قام الليل، وكان كما قال في بعض طرق الحديث قال جمعت القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحفظ القران احد الحفظه عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال فاتاني ابي فعذمني اي لامه لوما شديدا وعضني بلسانه اسمعه كلاما قويا، وقال انكحتك امراه ذات حسب من قريش فاعضلتها وفعلت كيت وكيت، وام ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه فشكاه، شكى عبد الله. في روايه من الروايات قال عبد الله فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة، فقال يا عبد الله كيف تقوم؟ قال أقوم كل ليلة. قال له كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أقدر. قال اقرأه في جمعة، قال إني أقدر. قال اقرأه في ثلاث، فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والصيام قال صم ثلاثة أيام في شهر، قال أقدر. فضل يترقى به لحد ما قال له صم صيام داود، فإنه أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبعدين قال له إيه إن لنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا يوجد عدل في القرآن إلا يعقبه إحسان، لدرجة مثلا اللي هشوف العدل يصل إلى إيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل وبعضه في الشمس وبعضه في الظل، ليه؟ لأن كده ظلمت بعض البدن، لما يكون نصك في الشمس ونصك في الظل طب أنت كده ما عدلتش. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحكمة في النهي عن القزع، الكابوريا والعيال اللي عمالين يعملوا الشوشة دي دي كانت زمان اسمها شوشة عندنا زمان، ما اعرفش ده اسمها ايه كابوريا ها؟ يوم سايب له شوشة كده من قدام وهم ايه زلبطة بقيت ايه بقيت راجع عملها زلبطة. فقالوا بقى ايه الحكمة بقى يعني في النهي عن القزع؟ قال هذا من محبة الله للعدل، لأنه حينئذ ترك بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا، فيوم العاري اللي انت حلقته زلبطة ده هيتأذى من البرد ويتأذى من الحر، لأن برضه الايه الشعر ده بيحمي بيحمي صاحبه، يا بيدفيه يا بيحميه من الايه يا بيحميه من الحر. فالله عز وجل يحب العدل حتى في الخصومات. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. الشنآن هو أشد البغض، شو بقى لما تكون مش طايق تبص له حاسس ان انت هترجع لما تبص للبني آدم ده، ومع ذلك شوف ربنا عز وجل بيقول ايه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. أمره بالعدل هو أقرب للتقوى،
فالرسول عليه الصلاة والسلام أم أسم له الحقوق، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى هذا الرجل الذي مسح عينه بهذا المسح الخشن أعطى نفسه حقها، اللي يقعد يجوع نفسه لحد ما يجيله لطف ده أعطى نفسه حقها؟ لا طبعا، ظلم نفسه. فعشان كده ايه ابن الجوزي رحمه الله قال الحديث ده، وبعدين قال ايه بقى؟ ولقد طلب، بيجيب الأدلة على أن مسلك هؤلاء مسلك خاطئ. قال ولقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلا حتى رأى صخرة ففرش له في ظله. طب كان يمشي في الحار، وهذا أبو بكر الصديق وما رايحين مهاجرين. الحديث ده رواه البخاري وحديث جميل جدا، حديث طويل جميل، بس احنا هنقول ايه القدر الذي يعني فيه موضع الشاهد. هذا الحديث يحدث به البراء بن عازب رضي الله عنه. قال إن عازبا أي والده أراد أن يشتري رحلا من أبي بكر، أو أن أبا بكر ابتاع أبو بكر من عازب رحلا، اشترى أبو بكر رحلا، فعازب قال له لا أنا لن أعطيك الرحل حتى تحدثنا عن الهجرة وانت مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي الحكاية كلها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أخذ علينا بالرصد، يعني طلع ورانا ايه الجماعة اللي بيطردونا اللي هو ايه زي سراقة ابن مالك. ومعلش أنا هقف شوية عندي قصة سراقة في البخاري برضو علشان أبين نكتة. طبعا هم نذروا 100 ناقة لمن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارف النوق وعارف العرب واعتزازهم بالنوق، 100 ناقة يعني النهاردة لو 100 ناقة موجودة يبقى بقد ايه؟ بنص مليون على الأقل، الناقة ب5000 جنيه، نص مليون. طب صراخة ده كان فقيرا؟ لا، كان معاه فلوس برضه، بس البحر يحب الزيادة، ها ما يمنعش أكون معايا 10 مليار وأضم لي كمان مليون اللي هو يتوه في الجيب بالنسبة للمليارات اللي عندي، ما يجراش حاجة، ها. وإنه لحب الخير لشديد، يحب الفلوس. الخير في الآية هنا معناه الفلوس مش معناه الخير يعني. فالمهم قاعدين كده في منتدى قريش وقالوا 100 ناقة وبتاع. قال سراقة فجاء جماعة فقالوا لقد رأيت أسودة بالساحل، أسودة إشارة إلى الظل الشخص يعني اسمه سواد، وما أظنها إلا محمدا وأصحابه. فسراقة قال فعرفت أنهم هم، بس عايز ياخد 100 ناقة. فقال لا لا لا، قال ليسوا هم، هؤلاء جماعة أنا أرسلتهم، أنا اللي بعتهم، أنا عارف هم فين والكلام ده، علشان إيه ما فيش حد يسبق ويروح أخد 100 ناقة. فقعد شوية كده برضو عشان الدنيا ما تتكشفش، وبعدين قام داخل البيت عنده وقال للجارية طلعي لي الفرس من الباب الوراني، مش عايز يطلع من الباب العمومي، لا هيطلع من الباب العمومي هيكشفوه رايح فين. قال وأخذ بقى السهم بتاعه وجعل زجه في الأرض، الزج اللي هو ايه الراس بتاعته، والراس بتاعته كده لو شالها على كتافه هتلمع في الشمس، وهو مش عايز حد يكتشف الحدوته دي. فجعل زجه في الارض، قعد ايه شده كده وراه زي العصايه، ومخلي الراس بتاعته في الايه في الارض، وركب الفرس وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما جرى مما تعلمونه لما ساخت يدها فرس في الارض. اللي انا عايز اقوله يعني شوف الـ عنده فلوس وغني والكلام ده، بس ايه بس ما يمنعش برضه ان هو ياخذ الايه ان ياخذ المال. فكان سراقة هذا اول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح ان يقال فيه الرصد، رصد اي الجماعه الذين رصدهم المشركون علشان يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا ليلا يعني مضوا ليلتهم كامله ويومهم كاملا حتى قام قائم الظهيره.
ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة. أنا معلش أنا بقرأ الحديث، أنا عايزك تشوف كلام أبي بكر، كلام أبي بكر لما بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم إزاي. ده مش مجرد كلام، ده هذا كلام معجون بحب، معجون بحب. وآخر الكلام الكلمة الحقيقة تستحق أن نقف عندها طويلة. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. عايز برضو يبحث عن ظل علشان يأوي إليه. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع، نفضوا واغسلوا والكلام ده. قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. لأن لما أنت بتحلب اللبن بينزل سخن واخد من حرارة جسم الايه؟ البهيمة. واللبن لما يتشرب بارد أحسن في اليوم الحار، في اليوم الحار. فكان معه إداوة من ماء، والإداوة دي عليها خرقة عشان يفضل إيه الماء برضو بارد، ويصب على الخرقة مية على ما الشمس تنشف المية، يبقى إيه ما وصلتش لسه للإيه للمية اللي في الإداوة، يبقى لسه الماء بارد. فجفعل هذا أبو بكر رضي الله عنه، وقعد بقى إيه يصب من الماء والكلام ده حوالين اللبن حتى برد أسفل اللبن. قال: ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يا سلام على العبارة دي وجمال العبارة، ليبتكشف عن مدى محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. مش شرب حتى شبع ولا حتى روي، لا، حتى رضيت أنا. لأنه ممكن يشرب شرب لا يرضيه، وده برضو في المثل عندنا برضو، تبص تلاقي الأم وهي بتوكل ابنها ما تفرحش كده إلا إذا شبع الولد، ولا تستريح إلا إذا شبع الولد. ياريت الأبناء يقدروا الحدوتة دي ويعرفوا قدر الأمهات ويعرفوا قدر الآباء قبل ما يفقدوه، لأن الوالد باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة. لو لك أم روح بوس على رجليها، لو أنت مزعلها ارضيها بأي وسيلة، بابك إلى الجنة. لو خسرته هتخسر كتير ومش هتعرف ترجعها تاني عشان تعتذر ولا الكلام ده، سيظل هذا الإثم يلاحقك بقية عمرك. فشوف أبو بكر رضي الله عنه: الذي لا أعلم أحدا أتى بالصحبة على وجهها غير أبي بكر إطلاقا، ما رأيت أحدا قط مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما اعترض على النبي قط ولا قال له لا قط على وجه الاعتراض، ولا لما أبدا، ولا آذاه في يوم من الأيام بذرة. ولذلك استحق هذا الثناء الكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: إن أمن الناس علينا أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله، وله علي يد يجزيه الله بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مش قادر أوفي جميله. أبو بكر لما سمع العبارة دي بكى، وقال:
فقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ أمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الذي أخرجه من الظلمات إلى النور وهداهم الكلام ده، يقول أنا مش عارف أدي جميل أبي بكر، مش عارف أديه، ويجي واحد من الروافض يقول أبو بكر كافر وأحط إيدي في يد هذا النجس؟ إزاي؟ أبو بكر ده قصة كبيرة، من أراد أن يحقق الصحبة على وجهها مع صاحبه فلينظر إلى أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عجيبا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرفع صاحب على وجه الأرض، ليس عجيبا، لكن العجيب أن يكون غير نبي بهذا الخلق وبهذا الوفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأدبه ربه تبارك وتعالى وهيأه لرسالته، فليس عجيبا أن يكون صرة الفضائل في الدنيا، إنما العجيب أن يكون رجل ليس بنبي على هذا المستوى من الخلق العالي الرفيع. يقول: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. الطلب في إثرنا يعني إيه؟ برضو المشركون عمالين يدوروا عليه. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ طبعا بعد ما قص أبو بكر الصديق قصة بقى لعازب، قصة الهجرة والكلام ده، قال للبراء: اذهب مع أبي بكر، احمل معه الايه الرحل ونزله له في البيت. قال: فدخلت وساق الايه القصة دي. وبهذه المناسبة، ده مش مجرد كلام، ده هذا كلام معجون بحب، معجون بحب، وآخر الكلام الكلمة الحقيقة تستحق أن نقف عندها طويلة. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. عايز برضو يبحث عن ظل علشان يأوي إليه. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع، نفضوا وغسلوا والكلام ده. قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. لأن لما أنت بتحلب اللبن بينزل سخن واخد من حرارة جسم الايه البهيمة، واللبن لما يتشرب بارد أحسن في اليوم الحار، في اليوم الحار. فكان معه إداوة من ماء، والإداوة دي عليها خرقة عشان يفضل إيه الماء برضو بارد، ويصب على الخرقة مية على ما الشمس تنشف المية، يبقى إيه ما وصلتش لسه للإيه للمية اللي في الإداوة، يبقى لسه الماء بارد. ففعل هذا أبو بكر رضي الله عنه، وقعد بقى إيه يصب من الماء والكلام ده حوالين اللبن حتى برد أسفل اللبن. قال: ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يا سلام على العبارة دي وجمال العبارة، ليبتكشف عن مدى محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. مش شرب حتى شبع ولا حتى روي، لا، حتى رضيت أنا. لأن ممكن يشرب شرب لا يرضيه، وده برضو في المثل عندنا برضو، تبص تلاقي الأم وهي بتوكل ابنها ما تفرحش كده إلا إذا شبع الولد، ولا تستريح إلا إذا شبع الولد. يا ريت الأبناء يقدروا الحدوتة دي ويعرفوا قدر الأمهات ويعرفوا قدر الآباء قبل ما يفقدوه، لأن الوالد باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة. لا
لو ليك أم روح بوس على رجليها، لو أنت مزعلها ارضيها بأي وسيلة. بابك إلى الجنة لو خسرته هتخسر كتير، ومش هتعرف ترجعها تاني عشان تعتذر ولا الكلام ده. سيظل هذا الإثم يلاحقك بقية عمرك. فشوف أبو بكر رضي الله عنه الذي لا أعلم أحدا أتى بالصحبة على وجهها غير أبي بكر إطلاقا، ما رأيت أحدا قط مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما اعترض على النبي قط ولا قال له لا قط على وجه الاعتراض، ولا لما أبدا، ولا آذاه في يوم من الأيام بذرة. ولذلك استحق هذا الثناء الكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال إن أمن الناس علينا أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله، وله علي يد يجزيه الله بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مش قادر أوفيه جميله. أبو بكر لما سمع العبارة دي بكى وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الذي أخرجه من الظلمات إلى النور وهداهم الكلام ده يقول أنا مش عارف أدي جميل أبي بكر، مش عارف أديه، ويجي واحد من الروافض يقول أبو بكر كافر وأحط إيدي في يدي هذا النجس إزاي. أبو بكر ده قصة كبيرة، من أراد أن يحقق الصحبة على وجهها مع صاحبه فلينظر إلى أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عجيبا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرفع صاحب على وجه الأرض، ليس عجيبا، لكن العجيب أن يكون غير نبي بهذا الخلق وبهذا الوفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأدبه ربه تبارك وتعالى وهيأه لرسالته، فليس عجيبا أن يكون صرة الفضائل في الدنيا، إنما العجيب أن يكون رجل ليس بنبي على هذا المستوى من الخلق العالي الرفيع. يقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. الطلب في إثرنا يعني إيه؟ برضو المشركون عمالين يدوروا عليه. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. طبعا بعد ما قص أبو بكر الصديق قصة بقى لعازب قصة الهجرة والكلام ده، قال للبراء اذهب مع أبي بكر احمل معه الايه الرحل ونزله له في البيت. قال فدخلت وساق الايه القصة دي. وبهذه المناسبة انا الحقيقة لما يعني رأيت ان اذكر هذا الجزء الاخير، لان من كام شهر كده أفتى بعض الناس أنه لا يجوز لأحد أن يقبل ابنته أو أحدا من محارمه، فأنا استغربت الحقيقة من الفتوى. يعني أنا وأنا بقرأ وأنا بحضر يعني الموضوع والكلام ده لما وقفت على هذا الحديث ولقيت تتمة الحديث كده فافتكرت الايه افتكرت الفتوى، وهي طبعا هذه الفتوى خطأ، هذه الفتوى خطأ. دليل خطئها هذا الذي نحن فيه، أن أبا بكر قبل عائشة من خدها. وعندنا كمان حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وإسناده صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت يعني أشبه سمتا ولا دلا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها، وكان إذا دخل عليها
قامت إليه وقبلته وأجلسته. فلما دخلت عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فقبلته ثم أكبت عليه فرفعت رأسها وهي تبكي، ثم أكبت عليه فرفعت رأسها وهي تضحك. قالت: فقلت في نفسي: هذه كنا نعتقد أنها أعقل نسائنا، فإذا هي كالنساء تبكي مرة وتضحك مرة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعض طرق الحديث غير هذا الطريق، لأن هذا الطريق ترويه عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين بسياق آخر أن عائشة رضي الله عنها حاولت مع فاطمة رضي الله عنها أن تقول لها لما بكت ولما ضحكت، فأبت فاطمة رضي الله عنها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها: أكببت عليه فبكيت، ثم أكببت عليه فضحكت، فمما ذاك؟ قالت: إنني إذن لبذرة. بذرة أي مفشية للسر. لو أنني كنت قلت هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لكنت بذرة، أي كنت مفشية للسر. لما أكبت عليه أول مرة أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه ميت فبكت. فلما أكبت عليها أكبت عليه مرة أخرى أعلمها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. قالت فضحكت. يبقى عندنا الشاهد من الحديث أو كانت إذا دخلت قبلها وأجلسها، وكانت كذلك إذا دخلت عليه قبلته. مسألة المحارم، لأن الإنسان يخلق مكسور الشهوة من جهة محارمة، إلا أن يكون هناك بقى شذوذ عند إنسان من الناس، ده الشاذ لا يحكم له، الشاذ يعطى الحكم على قدره. لكن إحنا بنتكلم عادة على الأسوياء، يعني الإنسان الأعرج أو شديد العرج يطلع يجاهد، بس الناس مش عرجاء، فلما ينزل الأمر بالقتال نزل على العموم، لأن أصل الناس سلام. إنما الأعرج لا، ممكن ينزل حكم مخصوص، ولا على الأعرج حرج خلاص، ولا على الأعمى حرج خلاص. يبقى الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه، بل يكون له دليل مخصوص. فلو افترضنا جدلا مثل الكلام الفظيع اللي الواحد بيتلقاه وما بحبش أقوله حتى لا ننشر الفاحشة يعني في الناس، والكلام بنت بتتهم أبوها بيعكسها أخوها بيعكسها، الكلام ده هذا شاذ، ده ممنوع يقبله إذا كان في أي ريبة في المسألة دي. وإلا فالأصل عند بني آدم الأسوياء إن الإنسان يخلق وهو مكسور الشهوة عن محارمه. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.